سلاحف السلكاطة هي ثالث أكبر أنواع السلاحف على الأرض بعد سلاحف جالاباجوس، اللي هي أكبر أنواع السلاحف على الأرض، وهي موجودة في جزر جالاباجوس، وهي جزر بركانية تقع غرب دولة الإكوادور بالمحيط الهادئ، وهي تتبع دولة الإكوادور سياسيا، وتشتهر بتنوع حيواناتها مثل الغاق والنورس أسود الزيل والبطاريق والأطيش والإجوانة وسرطانات البحر القرمزية، بالإضافة إلى سلاحف جالاباجوس. وهذه الجزر التي قام تشارلز داروين ببلورة نظرياته عن النشوء والارتقاء بعد عمل دراسته على حيواناتها. ثم سلاحف الدابرة الموجودة في جزر الدابرة بالمحيط الهندي. وجزر الدابرة تتألف من 4 جزر مرجانية كبيرة تحتوي بحيرة شاطئية ضحلة يحيط بها رصيف مرجاني، وهي تعتبر جزر منعزلة، وده أحد أسباب الحفاظ على 152 ألف سلحفاة من نوع الدابرة بعيدا عن النشاط البشري. وبكده تبقى سلاحف السلكاطة هي ثالث أكبر أنواع السلاحف البرية على الأرض، ولكنها أكبر أنواع السلاحف الموجودة على البر الرئيسي، باعتبار سلاحف جالاباجوس وسلاحف الدابرة موجودين في جزر خارج البر الرئيسي. موطن سلاحف السلكاطة يمتد على مساحة واسعة من الأرض، جنوب الصحراء الكبرى من الصومال شرقا وحتى موريتانيا غربا، أي من المحيط الهندي حتى المحيط الأطلنطي. وطول سلاحف السلكاطة بيصل إلى 83 سنتي، ووزنها يصل إلى 98 كيلو جرام في البرية، وعمرها بيصل لأكثر من 70 عام. أما صغرها فهي تنمو بسرعة بعد الخروج من البيض، فيصل طولهم من 5 إلى 7 سنتي، ثم تكبر من 15 إلى 25 سنتي في أول سنين عمرها. موسم التزاوج يبدأ بعد موسم الأمطار من سبتمبر حتى نوفمبر. يتقاتل الذكور من أجل الإناث، وبعد التزاوج ب60 يوما تبدأ الأنثى في التجول للبحث على مكان مناسب للتعشيش، وتستغرق عملية البحث عن العش 15 يوما تقوم فيهم الأنثى بحفر من 4 إلى 5 أعشاش، بتختار منهم العش المناسب، والعش بيبقى عبارة عن حفرة بتحفرها الأنثى بيكون قطرها 60 سنتي وعمقها يتراوح بين 14 إلى 20 سنتي. ثم تقوم الأنثى بوضع البيض، ويختلف عدد البيض من أنثى لأخرى بحسب عمرها وحجمها، وعدد البيض يتراوح بين 15 إلى 30 بيضة. تضع الأنثى بيضة كل 3 دقائق، وبعد انتهائها من وضع البيض تقوم الأنثى بردم الحفرة، وتستغرق ساعة أو أكثر في عملية الردم، وفترة حضانة البيض من 90 إلى 120 يوما. تتغذى سلاحف السلكاطة على مجموعة متنوعة من الأعشاب والنباتات والأزهار والبراعم الموجودة في بيئتها. أما المخاطر التي تتعرض لها فهي تضاؤل بيئتها نتيجة النشاط البشري من زراعة ورعي، بالإضافة إلى التجارة الغير مشروعة فيها بغرض بيعها كحيوان أليف لهواة تربية السلاحف. أما التربية في الأسر فيمكن تربيتها في الأسر بسهولة، ولكنها تحتاج مساحة واسعة كحديقة منزلية، وتتغذى على الخضروات والفاكهة. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة، ويمكنكم زيارة المدونة الخاصة بالقناة، والرابط موجود في صندوق الوصف.